نشرة الأخبار نبدأها بأبرز العناوين. استشهاد اللاعب دي سي إل وإس إتش إس من تيم بي إتش آر 750 بعد أن ضحوا بأرواحهم في سبيل حماية المسجد الموجود في منطقة سيفيرني شمال إيرنجل. بعد أن حاولوا الدفاع عن هذا المسجد، كانوا ناكثين في أحد المنازل الموجودة قرب المسجد، وبعد أن لاحظوهما دي سي إل وإس إتش إس قاموا برمي النار عليهم مباشرة، نوكوا الأول ولكن تلقوا حذفهم بالرمانة. وبعدها قاموا بتفجير المسجد ومسحه عن وجه الكرة الأرضية، ودفنوا في المقبرة الموجودة خلف منطقة سيفيرني. اقرأوا سورة الفاتحة لهم. أعوذ بالله من الشيطان الرحيم. وهنا تنتهي نشرة الأخبار لهذا اليوم.